في تحرير هذه الأمة. وكل أقول دائما عيشوا الأمل، وهلنتم الآن على طريق الأمل وتحقيق النصر إن شاء الله. أنتم من تصنعون المستقبل، أنتم من تحررون من كل هذه القيود التي أجناها زمان. وكنتم على استعداد أن تقدموا الأكثر في سبيل حريتكم وفي سبيل كرامتكم وفي سبيل عزتكم، وشعب مستعد للموت لا يخسر. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية والمؤسسة التأهيلية وكل مؤسسة الدولة، وانتهت الممارسات قانون الطوارئ وخير القوانين والممارسات الضرب والتعليق الى اخره. انا تفسيري لسقوط النظام هو سقوط جسوره، هو سقوط قوانينه، هو سقوط مؤسساته، وهو سقوط ممارساته. شرفاء الوطن الذين طالبوا بالاصلاحات، نحن في هذا الموقف وفي هذا الموقف في السجن كان مضيع علينا أشد التضييق، كان التعذيب جدا شديد جدا، تعذيبنا بأمر من حمد ابن عيسى. احنا بعد ما سمعنا سقوط الشهداء الأبرار رضوان الله عليهم، طبعا بالسجن صارت رجة وكنا ثرنا، وحتى رفعنا شعار قد تستعجلون، نحن في السجن وامام الضابط، قلنا الموت لآل خليفة. جميع توجهاتها مطالبها ليست طائفية، فالذي يعمل على الطائفية هو النظام، النظام هو الطائفي ليس أبناء شعبنا. وأؤكد على مطلب البارحة، لا حديث عن أي أمر وعندنا رهائن الموجودين وراء القضبان، لن ننساهم، نعتبرهم رهائن يراد منهم الابتزاز. نعم السجناء نطالب بالإفراج عن المساجد، كل المساجد، كلهم كلهم دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط. Let me